السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. طبعا يا جماعة النهاردة الأربعاء، الساعة دلوقتي 7 الصبح، درجة الحرارة -7، قلنا ننزل نصور الفيديو ده بدري. في مصر بنقول الشغلانة البدرية منسية، يعني بتتنسي طول اليوم. خلاص كملنا من فضل الله سبحانه وتعالى 70,000 مشترك. نحب نشكر كل الناس اللي دعمونا، الناس اللي بتعلق والناس اللي بتعمل شير والناس اللي بتعمل كومنتس، الناس اللي بتعمل لايكس على الفيديوهات. نحب نشكركم كلكم، مش عايزين نقول اسماء عشان ما ننساش حد، بس في ناس كتير ليها دور في القناه، اس اوف فلوجز، في ميرا بن سالم، ضياء الغنيمي، مش عايز اقول اسماء عشان اكسبوا الهباهيب، ناس كتير جدا جدا بيدعمونا. نحب نشكركم كلكم. والقناه دي لما احنا عملناها للناس وعشان تفيد الناس وتفيد اي حد جاي امريكا او رايح كندا او اوروبا، لان برضو النظام بتاع اوروبا قريب جدا جدا للنظام بتاع امريكا هنا. فكنا حابين نعمل فيديو كامل نشكر فيه الناس، ولكن قلنا نكتفي بدقيقة او دقيقتين عن هذا الموضوع، وبحيث ان احنا نعمل فيديو والناس تستفاد افضل. طيب النهاردة ان شاء الله هنتكلم على 5 حاجات ممكن تؤدي لك الى السجن، انت ممكن تعملهم في امريكا هنا من غير ما تاخد بالك وبحسن نية، وتفاجأ ان الحاجات دي خطيرة جدا جدا وممكن توديك السجن. اول حاجة هي مخالفة حقوق الطبع والنشر، زي مثلا ضرب البرامج، ضرب الويندوز، تحميل اغاني عليها حقوق طبع ونشر، تحميل افلام من المواقع المشبوهة، مثلا تنزيل ويندوز بيبقى فيه نسخ مضروبة كده وعليها كراك، وتنزل ويندوز. المفروض الويندوز، انا منزل ويندوز هنا من شهر ب 140 دولار، فالاسطوانة بتاعته ويندوز اصلي. فالحاجات دي بتبقى عادية جدا جدا في بلاد تانية، انما هنا دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا. بيقدروا يتتبعوا الاي بي بتاعك او الاي بي اللي نزل في النسخة او البرامج المتهكرة دي، وبيعرفوا مكان سكنك وممكن يبعتوا لك الشرطة على مكان سكنك. طبعا الكلام ده مش موجود في بلادنا، عادي جدا بنضرب البرامج وكده، ولكن برضو هنا الحاجات دي لان برضو اسعارها في متناول يد كل الناس. يعني مثلا هنا انا شاري مثلا انترنت داونلود مانجر ب 20 دولار لايف تايم او ب 30 دولار لايف تايم، فطبعا في النسبة للدول اللي العملة فيها منهارة شوية فالحاجات دي بتبقى غالية، فالناس بتلجأ انها تضرب الحاجات دي. لكن هنا طبعا في امريكا وفي كندا وفي اوروبا المواضيع دي خطيرة جدا جدا وممكن تؤدي لك الى السجن. والكلام ده يا جماعة ينطبق على كل الحاجات اللي ممكن، او البرامج او الويندوز او الاغاني او الافلام او حتى برامج مونتاج. يعني حتى برنامج المونتاج بتاعي انا اشتريته لمدة سنة على اساس اتعلم عليه الاول، لما لقيته خلاص تمام اشتريته لايف تايم بسعر اعلى شوية. فتخلي بالك من الحاجات اللي زي كده، مفيش حاجة هنا ببلاش، كل حاجة بفلوس. الناس هنا بيراعوا جدا جدا حقوق الطبع والنشر. حتى وانت جاي امريكا، فبعض الناس سمعت من بعض الناس انه اتفتحت اللابتوب بتاعهم على اساس يتأكدوا ان مفيش مخالفات او مفيش برامج متهكرة عليه او اي شيء. وتاني حاجة ممكن الناس تعملها بحسن نية او حتى من غير حسن نية وتأدي بيهم الى السجن، هي الكذب مع الاي ار اس او مصلحة الضرائب هنا في امريكا. الكذب في المصروفات، في الدخل، في الحاجات اللي زي كده، فاتح مثلا بيزنس صغير في البيت بتبيع حاجات كلام من ده، لو ما اعلنتش او ما افصحتش عن هذا الموضوع ممكن يؤدي بك الى السجن. وحتى لو ما ودكش السجن ممكن يعمل لك مخالفات كبيرة. وحتى هنا يعني مصلحة الضرائب هنا، العب مع اي حاجة الا الضرائب، العب مع اي حاجة الا الضرائب. ده الضرائب هنا شيء مهم جدا، وبيعتبروا المتهرب من الضرائب ده حرامي، بالظبط زي حرامي الغسيل كده، فبيفرضوا عليهم عقوبات جامدة جدا. حتى مش بتكتفي حتى بان هم بياخدوا منك الضرائب اللي انت اكلتها عليهم، لا ده ممكن يخربوا لك راس المال نفسه بانهم يفرضوا عليك مخالفات كتيره جدا يخلوك تخرب البيزنس بتاعك. فتخلي بالك من الامور اللي زي كده. المواضيع اللي زي كده دي خطيره جدا جدا، واي حد بيقع فيها بتبقى مشكله كبيره، لان هم هنا ما عندهمش اي مشكله ان انت تبيع وتشتري، عادي جدا ممكن تبيع وتشتري. لكن اللي مش عادي ان انت ما تفصحش عن دخلك اللي جاي عن طريق البيع والشراء ده. وطبعا هنا في ملاحظه مهمه، لان انت ممكن تكون مثلا بتبيع حاجه بسيطه، مثلا بتعمل ابجريد للشاشه بتاعتك، شاشه مثلا 40 بوصه بتجيب شاشه 80 بوصه، فبتبيع الشاشه ال 40 بوصه عادي جدا في الحاله دي. انما مثلا لو انت شركه مثلا بتصفي مثلا واشتريت 20 30 شاشه او 40 شاشه او 50 شاشه وبتبيعهم، لا لازم تعلن عنهم. لو انت مثلا
بعت كنبة في البيت خلاص عادي، لكن تبقى شغال في الموضوع ده من غير ما تكون قايل لمصلحة الضرائب وقايلهم على دخلك، يبقى دي مشكلة كبيرة جدا جدا هنا. وتالت حاجة هنا يا جماعة برضو خطيرة جدا، هي الملكيات العامة والملكيات الخاصة. الملكيات العامة اللي هي مثلا اي مكان مفتوح زي مثلا البارك ده، او زي مثلا الوول مارت، او زي اي مكان مفتوح. انما الملكيات الخاصة دي اللي هي تعود الى افراد. الافراد دول الملكية الخاصة بتاعتهم ممكن تكون بيت، ممكن تكون عربية، ممكن يكون بيزنس صغير، ممكن يكون باك يارد. لو اتطلب منك ان انت تطلع من المكان لازم تطلع من المكان فورا، لان ده يتبع لشخص تاني. ولو طلب منك تطلع وانت ما طلعتش يبقى انت كده اسمك معتدي على المكان، يعني طول ما انت قاعد في المكان بارادته امين مفيش مشكلة. انما لو طلب منك تطلع يبقى لازم تطلع فورا، على اساس انه لو طلب لك الشرطة والشرطة جت هيبقى اسمك معتدي على المكان. ورابع حاجة خطيرة جدا ممكن بعض الناس تقع فيها هنا، هي التهديد. ان انت تهدد حد، هفشخك، هطلع ميتينك، هولع فيك، هقطع لسانك من لغليغه، الحاجات اللي زي كده دي كلها خطيرة جدا. والشخص اللي انت قلت له الكلام ده لو اخد عليك سكرين شوت، اخد عليك رسالة صوتية او تسجيل صوتي او بوست على الفيسبوك او اي حاجة من الحاجات اللي زي كده، بتقع في مشكلة كبيرة جدا جدا، وبتتعرض ممكن للسجن والحبس او بتدفع تعويض كبير ليه. فالحاجات دي طبعا عندنا يا جماعة في بلادنا عادي جدا جدا، الناس ممكن تهدد بعض وتهزر مع بعض وتهرج مع بعض. هنا الناس بتخاف من الحاجات اللي زي كده فعلا، وحاجات زي كده ممكن تؤدي بك الى السجن. وخامس حاجة يا جماعة هو الكار سيت بتاع العربية، كار سيت بتاع الاطفال. هنا طبعا الاطفال لازم يركبوا ورا، ما يركبوش قدام، ما فيش حاجة اسمها طفل يركب قدام. لازم يكون الطفل ليه كار سيت، وهو عبارة عن قاعدة وكرسي صغير كده بيكون مربوط في القاعدة دي على الكنبة اللي ورا في العربية. والكار سيت ده كمان ليه صلاحية، ولازم يكون مطابق للمواصفات، والطفل ما بيركبش قدام على اساس انه الاير باج لو فتح في لا قدر الله لو في حالة حادثة او كده الاير باج ما يخبطش في وش الطفل. كمان بيكون قاعد ورا والازاز مقفول، وبحيث انه لو لا قدر الله ضربت فرامل الطفل ما يطرش من العربية. الجو برد شوية، درجة الحرارة -7، ربنا يستر ونكمل بقية الفيديو. كمان انا شفت هنا في بعض الناس بتحط على الازاز اللي ورا بيبي النقار، فلازم تكون حتى وانت سايق عربيتك اخد بالك انك سايب مسافة كافية بينك وبين العربية اللي قدامك، لان العربية اللي قدامك فيها طفل، فلو انت خبطت العربية اللي قدامك هتبقى المصيبة مصبتين، لان القاعدة هنا بتقول اللي ورا دايما غلطان. طبعا يا جماعة موضوع الكار سيت ده في كل اماكن العالم لكن مش موجود للاسف، بتكلم على الاقل في مصر عادي جدا بتلاقي اطفال بتقعد قدام الشباك مفتوح، العيل قاعد على رجل ابوه او رجل امه وقاعد قدام العربيه، لا قدر الله تعمل حادثه ولا كده العيل مثلا يجرى له حاجه، بعد الشر يا رب على الناس كلها. فجماعه تخلوا بالكم من الامور اللي زي كده. الكار سيت هنا بيعمل 70-80 دولار، وفي طبعا انواع اغلى من كده وفي انواع برضو ارخص من كده، يعني ممكن بتلاقي ب 50-60 دولار ممكن تشتري كار سيت معقول او متوسط. سايب لكم فيديوهات يمين وشمال بصوا عليها، ما تنسوش يا جماعه اللي مش مشترك في القناه اشترك فيها، وتدوس على الجرس عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات الجديده اللي انا بعملها من جوه امريكا، وتدوس برضو على اللايك قبل ما تقفل، ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.